يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهوية. تحية كبيرة جدا لجمهور البيت الكبير، بيسعدني ويشرفني ان انا اكون موجود معاكم النهارده في يوم اقل ما يقال عنه انه يوم مميز جدا. بداية خليني اطمنكم جمهور كابتن اسلام الشاطر وجمهور البيت الكبير. اسلام يمكن قبل الهوا مباشرة تعرض يعني وعكة صحية بسيطة، الحمد لله طمنا، يمكن يعني تقل شوية أكلة شوية تعبته، لكن إن شاء الله بإذن الله موجود مع جمهوره طبعا وكل محبيه في البيت الكبير. بتشرف إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة.